So you are wanted to يعني تشتري اللهم صل على النبي يعني lot كتير of تماثيل ب lot of money يعني I want help you to الله يخرب بيتك يا رمز الله يخرب بيتك الراجل هيموت مننا شارب لغاية دلوقتي 24 حجر حرام عليك ده صدره خلاص قرب يتخرم هانت هانت دول هم حجرين كمان وهيقر ويعترف على كل حاجة ويعترف على ايه واحنا بنقرب جاسوس لو سمحت يا دولة سيبني بقى عشان اطلع المصلحة بص مالكش دعوة اي مصالح بص يا خواجة خواجة سيبك من الشيشة دي وتعالى نركز مع بعضينا شوية في البيزنس يعني ها وأعوذ بالله من كلمة وي أي تماثيل أنت عايزها كبيرة صغيرة مومياوات مقابر أنا ماي آيس ليك يعني شوف أنت أي دولارات معاك اللي أنت معاك يعني عايز تشتري بيه ادهوني وأنا هزبطك أنا مبسوط كتير إني اتقرفت لا لو الشيشة دي قرفتك ممكن نجيب شيشة تانية نغيرها يعني يا غبي اتقرفت يعني اتعرف يعني بينا يا دولة ده كلمة خرمة وداني من جوه يا دول هو قصده يقول إن إحنا مش نضاف لعلمك بقى يا خواجة لعلمك احنا اكتر شعب بيستهلك صابون بريحه في منطقه جمهوريه مصر العربيه اهو حتى بص اهو فراجوا على معالم القاهره فراجوا على المعالم فراجوا اقعد يلا بس ما تضرب لناش السياحه في مصر زي ما بقول لك كده يا خواجه يعني انا عينيا لي يا عم هتموت نفسك بالشيشه دي سيبها خالص ليتزا شيشه تو ذا اذر بيبول يعني مالكش دعوه انت احنا تحت امرك يعني احنا كنا عايزين نعمل فيلم كبير قوي عن اسره مصريه وعادات وتكاليد هنا في ايجيبت يعني في مصر اسره مصريه يعني عايزين تماثيل مثلا واحد وابنه او واحده وجوزها وعيلين تحتمس كان عنده عيلين وكان عنده عيل متبنيه ليسن مستر ادل احنا عايزينك تساعدنا في فيلم ده عايزينك انت وقلتك تمثل معانا في فيلم امثل في الفيلم لا ده موضوع يعني عايز تفكير طبعا انا عمري اصلي ما مثلت لا كسف جدا يعني لكن هفكر المهم الحقوا انتوا بقى الحجز بتاعكم بتاع الاوتيل الحقوا ايه دول عيب يمشوا كده عيب عيب ايه ايوه دول عيب يعني ازاي تبقوا قاعدين هنا وعايزين تروحوا تقعدوا في اوتيل يعني وبيت اخوكم حبيبكم عادل يساع من الحبايب 20 50 الف فيري فيري نايس دي فكره كتير كويس لا دي فكره كتير مش كويس واو ابوش الواو يا عم الهايل اهلا وسهلا دول مالك يا عمي مالك في ايه ان شاء الله دول ضيوف وهم بيجوا برزقهم صدقني دول وبعدين دول مش ضيوف عاديين يعني بتوع شروه وتعدي والكلام من ده لا دول هيبقوا زباينك على طول يعني ألوفات مؤلفه دول فين بقى المشكله المشكله ان انا جبتك معايا هنا يا رمزي يا غبي دول هيجوا يقعدوا عندي فين في البيت هيبيتوا فين قولي هيبيتوا فين يا جماعة أنا جامعكم النهاردة عشان أقول لكم حاجة مهمة جدا النهاردة إحنا جايينا ضيوف من دول العالم الأول جايين عشان يشوفوا ازاي زمايلهم دول العالم الثالث عايشين الحمد لله يعني احنا كده ضمنا المركز الثالث والجائزه البرونزيه الثالث لان مفيش عالم رابع فعشان كده بقينا احنا المركز الثالث يعني طب يا عادل انت هتقدر على مصاريفهم يعني اكلهم وشربهم وكسوتهم لا 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 دي كلها حاجات بسيطه اولا الناس دي عينيها شبعانه قوي يعني مش ان الناس اللي بيجوا على ميعاد غدا ويقولوا يا معلش احنا اسفين جايين لكم على الغدا لا عينيهم مليانه ده بالنسبه للاكل بالنسبه بقى للكسوه ما تقلقش خالص من الكسوه هم بيجوا بشرطاتهم انا كل اللي انا طالبه منكم يا جماعه بجد ان احنا نركز لازم يبقى فيه حب لازم يبقى فيه وئام لازم يبقى فيه التئام يعني عايزين كل المشاعر الاسريه دي تبقى موجوده عشان نعبر عنها قدامهم لان هم الناس دول جايين يصورونا احنا ازاي عايشين هي دي عيشه يا حسره ده اللي انا خايف منه بقى يا ماما لا 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 لا, لا ما ينفعش الكلام ده هي دايما الكلام ده هو اللي بيحبط الواحد يا دي عيشه يا حسره ويجر وراها بقى على طول يا اختي واحنا مالنا لا 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 قلنا عايزين كلام بدل ما يبقى فيه احباط عايزين كلام وطني لازم نتكلم كلام وطني يا جماعه لازم نحس باهميه اللي احنا بنعمله يعني يا ربنا يخليك لينا يا عادل يا مأكلنا يا مشربنا يا مدلعنا يا مغذينا بقى عادل طب تحب اول ما يهلوا علينا نقوم واقفين طابور كده ونغني لهم نشيد الوطن بلادي 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 لاكي حبي ايه 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 يا رن
نشيد وطني ايه؟ هو انا جايب فريق كشافه؟ بقول لكم ناس من دول العالم الاول وجايين يصوروا عيله مصريه. احنا يا جماعه بنعبر عن مصر، لازم تبقوا فاهمين ان احنا عندنا هدف وطني. احنا يا جماعه نعتبر سفرا لمصر، مش عايزين اي غلطه، اي غلطه صغيره ممكن يبقى فيها اساءه لسمعه مصر. اوكي، احنا فهمنا يا عادل كل اللي انت عاوزه. طيب مدام فهمتوا، اتفرج على بروفا بقى، عايز اشوف بروفا بين اتنين حموات فاتنات بيحبوا بعض وعايشين مع بعض في وئام وفي حب وفي انسجام. خرجوني كده. مين؟ مجيدة، ازيك يا حبيبتي؟ وحشاني مو. انت وحشاني اكتر. امه ايه انت بقابلها في السوق يا ماما؟ يا ماما لا كده اوفر خالص يا ماما، ده انتوا عايشين مع بعض مش بتتفاجئوا، ده انت كان ناقص شويه تقول لها وابنك حماده اخباره ايه يا اختي؟ عمل ايه في الثانويه العامه؟ لا عايز اداء طبيعي، بلاش اوفر لو سمحتوا يا جماعه. اتفضل انت يا حماتي وريني كده هتعملي ايه. انعام شيري مونامور، وحشتيني. بونسوار شيري. نحمده يا اختي. نحمده؟ يا نهار اسوح، بونسوار شريف يترد عليها بنحمده؟ ماما والنبي اقعد بعد اذنكم يا جماعه، بعد اذنكم، انا مش عايز صراحه حضرات خالص. يا عادل الذنب مش ذنبي، الذنب ذنب مامتك، انا بتصرف بالطبيعه بتاعتي اوكي، لكن امك هي اللي هتعرك عشان هي بيئه، لكن انا علشان انقذ الموقف انا هعمل الماما بتاعتك وانعام تعمل الدادة. امي انا الدادة؟ على كده يا عادل بقى انت الجنيني اللي جاي يرش الشقه. يا نهار اسود، انت عاوزه تاخدي ابني مني؟ انت تعرفي تخلفي زيه؟ انت بالكتير خلفتك بنات يا اختي، وابني مسطر واحده منهم. يا ماما مسطر واحده منهم ايه يا ماما؟ هو انا لقيتها نازله من بوكس ورحت خدتها اتجوزتها. اخلص خالص، عاوز تتبرى مني؟ لا لا لا، اصلك انت مش فهمانانا، عادل محتاج لام متحضره، انت لوكال محليه من هنا، عادل محتاج ام عالميه. يا اختي على 100 ولا على 1000؟ عايز اسم الله عليكي بقى كمان اعزف على الاله الكاتبه، انت تخلصي خالص يا ام 44. لا لا جاميها وديري، انا مش ام 44، 45. انت 90. لا انت 100. يا جماعه بلاش فضايح، الناس جم حرام عليكم هتبوظوا العلاقات. اصبر بس يا ماما، شيل الملوخيه دي بسرعه، شيليها بسرعه. ليه يا اخويا؟ هي الملوخيه عيب؟ يا ماما شيليها لو سمحت يا ماما، مش عايزين نفاجئهم بملوخيه على طول كده. وانت يا نجلاء ما ترميش قش لب على الارض. انا برمي على الترابيزه. ما ترميش على الترابيزه، بصي ما تاكليش لب خالص. ها وياسمين البسي حاجه في رجلك، ما تدوسيش حافيه. مين رانيا؟ غيري الهدوم دي، غيريها. يعني البسي ما اعرفش اتصرف، حد يلبس اخضر على ازرق؟ اتصرفوا ونظفوا الارض، نظفوا، شيلوا احترام. اهلا. هاي تفضل. جود مورنينج. بس ايه رايك بقى في جاك وجاكي؟ يجننوا مش كده؟ بس هيقعدوا 5 ايام يا عادل، طب حنبيتهم فين يا حبيبي؟ بصي بقى انا شايف صراحه ان امك هي اللي ممكن تسيب الاوضه زي ما هي، يعني حماتي حبيبتي معقوله حد يخرجها من اوضتها؟ يعني تعيش معززه مكرمه. يبقى مفيش غير ان طنط انعام بقى مامتك هي اللي تقعد دايما في لا اوعى تقنعني، عيب 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 طنط انعام تسيب اوضتها، لازم تقعد في اوضتها طبعا. يعني طبعا يعني مامتي ومامتك لازم يقعدوا في اوضهم، بس انا متهيألي ماما هتتضايق قوي لو عرفت ان احنا هنفرش وننام في الصاله انا وانت يا رانيا. لا يا حبيبي، افرش في الحته اللي تعجبك، احنا ضيوف وده بيتك، لازم نبقى خفاف. ايه رايكم في الاوضه بقى؟ يس اتس نوت باد. نوت باد ايه؟ لا ما انت اللي هتباد هنا، انا هباد بره بقى يعني. لا والاوضه دي لعلمك احسن اوضه موجوده في الشقه كلها، اوضه يعني مش مستخسر فيها اي حاجه صراحه، يعني تلاحظ حتى كلها دهنها بالزيت مش بالبلاستيك، يعني اويل نوت بلاستيك. يلا جود مورنينج بقى. جود مورنينج. على فكرة الفرشة دي متغيرة يعني، وبعدين على فكرة برضو ايه، بصوا هتلاقوا الغطيان اللي هي بتاعت المخدات دي جديدة لسه ما استعملناهاش خالص، وكمان هحطت لكم بقى ايه اللي هو اللحاف
اللي على شكل كاروهات ده، والمرتبه نفسها مرتبه سوست، يعني سوست دي بقى ظهرك روماتيزما ما تقلقش خالص، ها؟ ولا سرسوب بقى هوا يجي يقرصك في عضمك ولا الكلام ده، يعني مرتبه مرتبه يعني، والحياف وكله كله زي الفل ونضيف يعني. ها؟ ماشي الحال، يلا جود مورنينج، يعني كل حاجه براحتكم، اتعاملوا مع البيت كانه بيتكم يعني يور هوم مثلا. يلا باي، جود مورنينج. بس هو حضرتك بس معلش انا اسف، يعني في قواعد للبيت، البيت مثلا وانت انت عارف طبعا كل منزل بيبقى له القواعد بتاعته، وانت خارج مثلا ايه رايح الحمام، اما تدخل الحمام وانت خارج بقى تطفي النور بتاع الحمام عشان الكهرباء يعني، وبعدين السيفون عندنا السيفون في الصيانه، فانت بجرد الميه وتدلق ميه يعني بعد. اوكي اند اي ويل كلوز مخبس اند اقرص على شباك حمام بواحد هته كورنان علشان فيران ما تخش. صايع صايع يعني ايه ده عشان الفيران ما تخش، يور هازبن صراحه يعني 100 100. يلا اوكي يلا خلصنا. اوكي خلاص، جود مورنينج. جود مورنينج. جود مورنينج. اوكي جود مورنينج، باي باي. مستنييني ها؟ حركات صياعه امريكاني يعني. السوست بقى 100 100. ها؟ انا بره على ال مش سوست يعني الفلور. ها؟ يلا. اوكي. جود مورنينج. جود مورنينج. ايه ده؟ ما بيناموا بيختفوا ولا ايه؟ كله تمام كده جاهز؟ يلا يلا، حلو الشعر حلو الشعر، ماشي ماشي. ماما ماما يلا اتعدي يا ماما، خدي بوز خدي بوز. اخد ايه؟ ما تديني بوز، انت اديتني وما خدتش. يا ماما بوز يعني اعملي حركه اعملي حركه. ماشي، وانت خدي بوز يا رانيا. لا بوز مش بوز، لا بوز يعني ايوه كده اهو. ماشي كله جاهز؟ حلو قوي، حلوه حلوه برضو دي يا ماما اللي انت لابساها فوق دماغي. ماشي. هلو. اهلا اهلا وسهلا، اتفضل اتفضل. يلا جاهزين يا جماعه؟ مشرفين فعلا. احنا جاهزين، اتفضل قول اكشن. اكشن ايه؟ ايه دي؟ نو 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 نو. حضرتك دي بدله جديده، دي بتاعت العيد. ايه بدله يعني؟ انت فاكراني واحد مصور افراح هاخدك صوره عند نافوره؟ نو، انا قايسكم بطبيعتكم خالص، طبيعي طبيعي. وانت البسي جلابيه، مددي على كنبه وقيلي ايلي. يا نهار اسود، ده واد صايع بجد من امريكا يا اخوانا. عارفين الواد ده؟ هتلاقي مثلا امه من الكتكات واسمها حسنيه، ها، وسابت الكتكات سنه 92 لما حصل موضوع الانتفاضه بتاعت حرب امبابه. ايه دي نو؟ بيض ايه اللي عايزه تعمليه بالسمنه البلدي؟ يا حبيبتي دول ناس اجانب، يعني معدتهم حساسه زيي، يعني هياكلوا البيض اومليت بتاعي بزيت الزيتون. طب ايه رايك بقى ان انا هاكلهم البيض بتاعي بالسمنه البلدي عيون، وهديهم كمان فوقي مرته. مرته ايه بس يا ماما اللي انت عايزه تديها لهم دي؟ مرته ما ينفعش يا ماما، لازم الاول الناس دول يشموا هوا نظيف، وبعد كده تبسي عليهم بقى بالمرته وبالكشك وبالدمعه وكل اللي انت عايزاه. عادل بتيجي مع حماتك ضد امك؟ طبعا، يعمل ايه الراجل اذا كانت مامته على طول عاوزه تعره؟ تعره. شوف انت مش هجيب. مام مام مام، مش هتوصل للبرتقال وهنضرب بعض بالبرتقال؟ لا والنبي والنبي بس 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 عشان جم جم جم. صباح خير. جود مورنينج. ايه صحيتوا بدري قوي كده ليه؟ ده انا كنت فاكر ان فرق التوقيت بيننا ساعتين يعني. لا ما هم اصلهم على توقيت جرينتش. اهلا وسهلا، اتفضلوا اتفضلوا الفطار. البريكفاست يعني. انجليزي يعني. دي ايجز. اكسكيوز مي مستر ادم. يس. ايه دي؟ ده فولكلور وطني اسمه مورتا. مورتا؟ مورتا. مورتا جميلة يعني. اوه، اتس فيري نايس. انت سياحي سمنة بلدي حلو. خواجة بس دويه، اتبطي انت يا اختي بالاومليت بتاعي. اهلا وسهلا. اتفضلوا اتفضلوا اتفضلوا. يعني انا متهيألي ناخد الفطار ونطلع بيه مثلا على اي منطقة أثرية، برضو اما احنا نفطر قدام آثارنا وتاريخنا دي تبقى حاجة جميلة يعني، في الصورة تبقى مشرفة ولا ايه؟
اوكي اوكي بس الاول فين الفول والطعميه؟ طعميه والله العظيم الخواجات دول عيره مش حقيقيين يعني. مستر جاك ملاحظة في عينيك نظرة توتر وحيرة وألم في حاجة ناقصة؟ أيوة أنت حاجة هرشة هرشة بتنكان مخلل خيار مكلل مقلفت مقلفت؟ لا بص أنت علاجك عندي أنا بقى جاك أنت وجاكي تيجوا معايا كده ونطلع على العربية بتاعة سيد قدرة ناخد بقى إيه فول من على وش القدرة على طول مع كل الحاجات الحرشة اللي أنت قلت عليها دي بقى مع بصل أخضر مع كله يعني سيد قدرة ده بقى مشهور بالشعار المعروف إن خلص الفول أنا مش مسؤول لا صايع صايع يعني حلو اضرب اضرب تحبوا بقى تشربوا حاجه ساقعه؟ نونو انت ممكن تبقي رمزي جيبي 2 كيس عصير قصب من عند هانجي ملك الكوكتيل خد 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 احنا قلنا لازم نظهر بمظهر مشرف قدام الفضائيات كلها هتخش لنا بكياس بتاعت عصير قصب روحت لنا ازازتين ميه نيل تكون ساقعه معروف طبعا اللي بيشرب من النيل لازم يرجع تاني يعني معروفه جدا يعني يلا بسرعه لنا ازازتين ميه نيل مستر قادر كنت عايز اسالك واحد سؤال انت مستريحة في شغلك بص حضرتك انا بلا فخر يعني انا اكبر بازارجي في جمهوريه مصر العربيه متاكده طب ومدعي الفقر عليا يا دوله طب ما تفك الكيس يا عم وتديني قرشين زياده ولا حاجه علشان القرش ما يقفش في زورك تفطس بس يا هتفطس بس يا انيمال بس يا انيمال وهل تقومي بالامل وحدك وحده ايه يا خواجه انتوا عايزين تمحوا شخصيتي خالص انتوا الجزء ده من غيري يضيع ده ويضيع و... ايه هتنكر هي از فاني مان يعني از ايه اللي من غيره يضيع انت بتغلس عليا وانا بصور يعني تحب وانت بتصور غلس عليك لا يا دول مش انا اللي عليا الدور في التصوير صح يا دول يبقى انت ما يجي عليك الدور ما حدش يتكلم معايا خلاص خلاص يا دول ايه ده انتوا خانقوا لا احنا مش خانقوا ولا حاجه انه الان حان موعد البريك بتاعي ما رايكم يعني ايه رايكم لو نروح مع بعضينا نقعد على القهوه انا موافق ايوه ايه رش على كيسه نظيفه بلا قطيفه دش ايه ده يا عم ده حظ عوالم ده يا عم نو حبيبي دي قرصه هرفنه على فكرة الخواجة ده مش أصلي أنا شاكك إنه الولا سيد باروكة ومتنكر لا ومتنكر ليه ما هو لابس الباروكة أهو كده بقى بقيتي على الحميد المجيد وراحت القشرة عليك يا هلوة هلوة طب بقولك إيه تلعب عشرتين كمان لو كسبت أديك الجنسية ليكي في خمسة أمريكاني ليا في خمسة أمريكاني بس على المشاريب يبقى هتسقي القهوة كلها يا حبيبي ولا قوم من هنا قوم من هنا يلا مخسرني في البازار ومخسرني في الطاوله كمان امشي من اقعد يا رمزي اقعد هي از ماي فريند هي از انيمال لايك دوج اطلب بلدنا بلد سوا فيها الاجانب بتتفتح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا تطور بلدنا بلد روح فيها الاغاني بتتفتح وكل عام وقت المروح بتبقى مش عايزه تروح وتسيب بلدنا اوضية المصلحة يا معلم وكارتين تنت البنكنوت وطلعنا احنا من المولد بلا حمص يا ابن حمص يا وحب العزيز ايه اهم حاجة ان الناس دول مشوا من عندنا مبسوطين ومتكيفين ومتزبطين ومية مية سيبنا سمعة كويسة لمصر وعرفوا عاداتنا وتقاليدنا كل حاجة ايه ده بتحكوا على ايه الناس دي هتلاقيهم بيتفرجوا على مرسحية علشان العيدة دول عيدة يا ابني رمضان لسه جه اصلا ايه ده؟ دي سماد ايه ده؟ 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 ايه ده
يا سناء راحت في السكه البطله. واضح ان انت كنت بتدوري على التلاجة. طبعا التلاجة يعني. امال يعني هشرب من التليفون؟ يا لا لا طبعا، انت لو عايزة اشربي من التليفون كنت دخلتي على المطبخ. ونقول الو، اهلا وسهلا بصديق البرنامج. الو الو، واضح ان الاتصال اتقطع بالبرنامج، خط قطع. حضرتك بقى هتكملي معانا النهارده البرنامج ولا هتدخلي تنامي؟ انت فاهم ايه؟ انا فاهم ان انت قمتي من النوم عطشانه، جرس التلاجه ضرب، فتحتي التليفون وشربتي. طبعا. يا دي التلاجه اللي مش هتنيمنا النهارده. الو، ايوه انا نجلاء. صوتي متغير؟ انت خدت بالك يا شقي؟ اصلا انا شلت الزايده. هي ايه اللي زايده؟ يا قليل الادب. ايه البيت المشبوه ده؟ قولي لي بقى، مستنيه تليفون من مين؟ انا مش مستنيه تليفون من حد. امال اللي بيتصل في وقت متاخر زي دلوقتي عايز مين يعني؟ عايز امي؟ اسألها. انت عارفه ان هي نايمه. خلاص اما تصحى. انت هتستهبلها يا بنت. تلاقيها واحده صاحبتي كانت بتكلمني يعني عشان تسالني على درس ولا حاجه. طب وما ردتش عليا ليه؟ اكيد اتحرجت عشان الوقت متاخر. حلو قوي. طب واللي بيتحرج ده بيتصل ثلاث مرات؟ معروفه، اللي بيتحرج بيتصل ثلاث مرات عشان يعني. وبعدين قول لي بقى، انت هتحقق معايا ولا ايه؟ طبعا هحقق معاكي. البيت ده بيتي انا، والتليفون ده تليفوني انا. هو متسجل باسم ماما لكن ده ما يمنعش ان يبقى تليفوني انا. البيت ده ليه قواعد، اللي عايز يعيش في البيت ده لازم يلتزم بالقواعد، ولازم انت فاهمه طبعا. ومين قال لك اصلا اني عايز اعيش هنا؟ خلاص ما تعيشيش هنا. ايه مش لاقيه مكان تعيشي فيه؟ مش قادرة تسيب البيت، مش لاقية حل. قدامك حل من اتنين، يا إما تتصلي بزيرو 900 لأقولك حل، لا إما كلمتي تتسمع. المرة دي أنا هعديها لك بشرط إن ملاقيش تليفونات من دي تجيلك هنا تاني طول ما أنا موجود أو مش موجود. اتفضلي. نعم يا حبيبتي، انا عايزه اقولك ان انا غلطت كتير قوي في حياتي. يا اختي وماله، ربنا ستر حالك. وبعدين مش اتجوزتي وسطرتي؟ ادي دون لا جامي. انت دماغك راحت على فين؟ ما راحتش في حته، المهم ان الموضوع خلص وخلاص. لا لا، انا مش قصدي في الغلط اللي في دماغك ده خالص. يا اختي ولا اللي في دماغك، المهم ما سمعتيش عن غنوه؟ ما بلاش نتكلم في الماضي، ده الماضي كان حلم وراح. مش هقول انعام، انا قصدي الغلط، غلط في قرارات في حياتي، يعني ان انا اخدت قرار ان اشتريت حاجه غلط، قرار ان انا بعت حاجه غلط، قرار ان انا اتجوزت غلط. لكن بصي بقى، الحاجه الوحيده اللي عملتها صح ان ربيت ولادي تربيه كده صح خالص. اسمعوا يا جماعه، عندي نمايه النمائيه جديده لنج. قولي قولي علشان انا بحب النم موت. البنت نجلاء الصايعه الضايعه بتكلم واد صايع في نصوص الليالي. مش معقول. يا رب قسما عظم، لو انا عندي بنت زيها انا كنت. بتقولي نجلاء مين؟ بنتك. صباح الخير. صباح النور. شايفه الادب والاخلاق، تصحى الصبح تقول صباح الخير مش انتي؟ نعم نعم يا ست ماما،
ده انت لو لفتي الكوره الارضيه ماشيا على الاقدام مش هتلاقي بنت زيي، لا اشرف ولا ابدع ولا ارجل مني. ها على الاقل انا يا ماما ما بكلمش شباب بالليل في انصاص الليالي في التليفون وافضل اقول سيو 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 سيو. نجلاء حبيبتي انا حسابي معاكي بعدين. صباح الخير، ده ايه الحلاوه دي ما شاء الله، متجمعين كده دايما. ربنا يسعدك يا حبيبي. ان شاء الله اشوفكم متفرقين بقى، كل واحده تروح على بيت جوزها واللي ملهاش جوز برضو يعني ايه تتصرف وكده يعني. صباح الخير يا نجلاء. انت قلت انك مش هتقول. والله ما قلت حاجه سناء. انا قلت حاجه؟ قلت اهو. انت يا بني ادم انت مبوظ لي البازار، مفيش حاجه بطلبها منك ابدا بتعملها. ما انا عامل كل حاجه واديهولك. فين البضاعه اللي انا قلت لك رصها لي على الارض؟ ما مرصوصه اهي. فين حتحور؟ اهو يا دولة. قصدي فين ابيس؟ ما هو واقف جنب حتحور اهو. هو ايه اللي موقفه جنب حتحور؟ انت مش عارف ان في مشاكل في الاسره 18؟ فين ال مش قلت لك روح ادفع الايجار بتاع البازار، دفعته ولا لا؟ يا دولة دفعته خلاص، ما تزعلش نفسك، وادي الوصل اهو. انا قلت لك هات وصل، لازم تتصرف من دماغك، دايما بتعمل حاجه غلط. عملت ايه غلط تاني النهارده يا دولة؟ ما عملش حاجه خالص النهارده غلط. ما عملتش حاجه غلط ليه؟ ما انت متعود كل يوم بتعمل حاجه غلط، لازم تغلط وما تغلطش النهارده. خلاص يا دولة روق نفسك، روق اهو اهو. ايه دولة مالك؟ ايه اللي مضايقك كده؟ في ايه؟ فيش. بنت نجلاء ماشيه مع حد. ماشية مع حد؟ طب ما عادي يا دولة، ما هو البني آدم مننا إيه يعني غير رجلين؟ البني آدم إيه غير رجلين؟ ده على أساس إن أنت مع البني آدمين يعني؟ تفرق مقاسات بس يا دولة، وإحنا خطوينا في الدنيا دي محسوبة، والرجل الدب مطرح ما تحب. أيوة معروفة، ويا بخت منظار وخفف، والبحر بيجوع، ويا شمس يا شموسة خدي سنة الحمار وهاتي سنة الجاموسة، ده كله معروف يعني. انت قصدك ايه يا رمزي؟ يا دولة انا قصدي اقول يعني اللي يمشي يمشي واللي يقعد يقعد واللي ينام ينام. الله على الحكمة، الله ده كويس ان محدش سمعك خالص. الله، طيب عارف التمثال بتاع انوبيس ده؟ ايوه عارفه. ده هتاخده بكرة بقى توديه على المنيا. المنيا؟ ايوه، توديه بقى يمشي يمشي يقعد يقعد ياكل ياكل، المهم توديه وخلاص. قدمي، اتفضلي ادخلي، اقفي هنا، اقفي كده، اتفضل يا سعاده. ايه دي جايبها لي هديه بمناسبه عيد الاخ؟ هديه ايه يا ابني؟ دي الدليل القاطع الرادع المانع على كل الجرائم اللي بتحصل. بص يا حبيبي. نعم يا نقم. نعم يا نقم. ولا انت بتتدخل ليه؟ دي امور عائليه، روح نظف حوره سجن. بص يا عادل، اللي اوله شرط اخره نور، البيت اللي احنا عايشين فيه كله ستات، لو فينا ست واحده بس اتلطت هيتشموا الباقيين. ايه ده البيت كله ستات؟ انت عزلت دول ولا ايه؟ انت اللي جابك هنا نظفت حورس؟ روح نظف حورس. انت يعني قصدك ايه بالكلام ده كله؟ والكلام ده علاقته ايه بالتلميذه اللي انت جايباها؟ التلميذه دي بوسي، بوسي هي اللي هتقول لك الحقيقه. الصيعه الضايعه اخت مراتك نجلاء ماشيه ماشيه يا عادل، ومع مين؟ بوسي اللي هتقول لك. انطق يا بوسي. ثانية واحدة. انطق يا عادل، انطق يا عادل، وقعت حرف من بقك، كلمي. هي دي لغة جديدة ولا ايه؟ استنى بس يا عادل، كملي وبعدين. ثانية واحدة. ميرسي. معلش يا عادل، اصل هي بتعمل كده دايما في الفصل، لما بسالها سؤال ما بتعرفش تجاوب عليه بتتلخم، بس هي هتبقى كويسه، ما حدش يخضها. يعني اتكلم يا امه؟ اتكلمي. اما انا جايباكي اعزمك على شاي وقهوه. ماشي. انا بقى بصراحه شفت نجلاء. ها يلا يلا. يا خبر ابيض، يا خبر ابيض، يا خبر. يا ابني هي قالت يا خبر ابيض، هي قالت حاجه؟ ما تستبر. روح فين نظفت حورس؟ روح نظف حورس. يلا كملي وكملي بسرعة، قولي الأنك العادل شفتي إيه؟ شفتها وهي ماشية. يلا سامحني يا رب.
سامحني يا رب. استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم، استغفر الله العظيم. انت يا ابني جاي تتوب هنا؟ خلينا نسمع ونكمل الاخر. يا بنتي قولي الانكل عادل وهي ماشيه كانت بتعمل ايه تاني؟ لا لا كفايه لحد كده، انا بنت متربيه وما اقدرش اقول اللفظه دي. يا بنت ما تنطقي. انت بتنطقي ايه؟ كانت لا لا كفايه 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 كفايه. ايوه اقعد قول كفايه كفايه لغايه ما يقبضوا عليك ونخلص منك. كانت ايه؟ كانت ماشيه بتحرك ايديها كده يمين وشمال. دي بنت ناس يا ناس، دي بنت ناس يا ناس. ولا نظفت حورس؟ طب روح نظف حورس. ماشي بس برضه مني برضه اجازه بكره. ايه المعلومات الفظيعه اللي انا بسمعها دي يا سناء؟ كملي. اصل هي يا عادل مش عارفه تحكي لك كويس. انا اقول لك، هي عايزه تقول ان البنت نجلاء اخت مراتك الصيعه اللي مش لاقي حد يلمها ماشيه مع مين؟ ماشيه مع زميلي في المدرسه الاستاذ دسوقي مدرس اللغه العربيه، وبتتصالح معاه بعد المدرسه. شكلي انا في المدرسه دلوقتي يا عادل. مش كده بس يا ابله، امبارح انا كنت مع الواد بتاعي الواد سامي، ما انت عارفاه. كنا رايحين على المقطم، قابلتنا لجنه، وقفنا لقيت مين البنت هيام بتاع التالتة خامس. خدت وديت معاها في الكلام، عرفت منها ان استاذ دسوقي موعد نجلاء بالجواز. يا سلام، وانت طبعا بقى خفت على سمعتك وقلت ما صاحبش نجلاء عشان سمعتك ما تتلوث زيادة ما هي متلوثة يعني. هو ده اللي حصل والله. انت ساكنة فين يا شاطر؟ قوله يا أبلة. اياك تقولي له عنوانك. ولا رمزي. نعم. شوفها ساكنة فين وروح وصلها يلا. وما روحش المنيا؟ هتروح الاثنين. يعني ما روحش التلات. ولا روح وصلها، وما تيجي نظف حورس. موضوع هيام بتاع تالتة خامس ده استني عليا ما تحكليش، بس لما اشوفك صح في المدرسة بعد اذنك يا نور. بص يا سناء، سناء لازم تعرفي ان نجلاء دي بتمر بسن مراهقة، وضع طبيعي جدا، وخصوصا ان ابوها ميت وان امها كمان مش قادرة سيطر عليه. خلاص احنا بقى نسيطر عليها، لان التصرف الموشين اللي هي بتتصرفه ده يا عادل هيلطنا كلنا، واولنا حضرتك. وحضرتي ليه؟ انا مالي؟ انا الحمد لله اتجوزت وسطرت الحمد لله. يا راجل اتنحر يا راجل، حسسني مره انك راجل. احسسك ان انت راجل ازاي يعني؟ اطلع نار من بقي يعني ولا اعمل ايه؟ ولا الزقك قلم مثلا اوصلك بيه لغايه البيت؟ بص يا سناء، احنا لازم نعتبر ان النجلاء دي زي اختنا، وغلطت هنعلق لها حبل المشنقه، ده هيجيب نتائج عكسيه يا ماما. لا نطبطب عليها ونقول لها معلش يا حبيبتي ولا يهمك، كملي المسيره عادي. انا ما قلتش كده يا سناء، بس لازم تحسسيها ان انت واثقه فيها. لو هي حست بثقتك دي هتقول لك على كل حاجه، ساعتها بقى لما انت تقولي لها اي نصيحه هتجيب نتيجه كويسه، وممكن تتصرف تصرف كويس وتحس انها غلطت فعلا. تقوم تتوب وتسيب الكباريه اللي هي بتشتغل فيه وتتحجب وتقعد في البيت. يا عادل انت شفت البنت اللي انا جبتها لك دي؟ بوسي بتتصرف غلط وحياتها كلها غلط، وادي نتيجه التسيب. دي نتيجه التسيب؟ ظهرت النتيجه وجابت كام بقى في التسيب ان شاء الله؟ سناء لو سمحتي سيبيلي انا بقى الموضوع ده خالص. ازيك يا نقنق؟ ساكنه بعيد قوي دوله، بس الحمد لله وصلت بالسلامه. تلحقت توصلها؟ اعتبر وصلتها، اصل احنا قابلنا ثلاث شباب بره هي عارفاهم، ركبت معاهم العربيه وقالوا لي ان هم هيوصلوها اهو. يا نوبهم سواد. سبتها مع الشباب يلا. يا رب يا رب الاقي ثلاثه زيهم يوصلوني المنيا. افهم في ايه؟ اهو انا بحاول افهم. اتكلمي يا بنتي، قولي لي ده انا ريقي ناشف، ما تقولي حصل امبارح. يا خرابي، ما تتكلمي، ما تقولي، انطقي يا بنتي. ما تنطقي، عيب قوي تقفقفي امك بتسالك سؤال. خلصتي كلامي؟ خلصت ومستنيه رد حضرتك. برضو ما هي العيشه اللي انا عايشاها دي بقت عيشه تخنق، ولا عارفه اخرج براحتي، ولا عارفه اسهر براحتي، حتى التليفون مش عارفه اتكلم فيه براحتي. وانتوا بقى يرضيكوا اللي عادل عمله معايا ده؟ طبعا لا. الله، لا ايه يا مامي؟ مش عم نعرف ابي عادل عمل معاها ايه؟ تليفون جالي الصبح بقى بالليل. هو ماله؟ تليفون ايه؟ تليفون الصال. اقصد مين؟ يا ما تردي. لا 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 لا، ده مش اسلوب ابدا يا رانيا، مش معقول كده مش هتتكلم خالص.
اصبري وشوفي انا هعمل ايه. حبيبتي قلبي، يعني ممكن اعرف ايه اللي حصل بالظبط امبارح؟ مين كلمك؟ لا 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 يا دي كتكوتي يا نوجة، كده استرخي كده وارتاحي كده وخدي نفس عميق واحكي لي، انت بتخبي على مامي حاجه؟ قولي بقى يا روح قلبي، مين كلمك امبارح؟ ده مستر دسوقي اللي بيديكي درس ويكلمك بعد نص الليل ليه؟ بنراجع على المنهج. يا بعد نص الليل؟ اصل المنهج طويل قوي، فباخد جزء في الدرس وجزء تاني في التليفون. وليه بقى ما بيكلمكيش بعد الدرس؟ بناخد راحه فسحه يعني. اه بعد نص الليل؟ لا هو اصله كان بيكلمني من بدري قوي على الموبايل وبعد كده رصيده خلص. شفتي بقى، شفتي اللين والحنيه والتفاهم جابوا نتيجه زي قالت لنا كل حاجه. يعني فعلا مامي انا ملاحظه ان انت متلينه قوي مع الاخت نجلاء. ايوه طبعا انا متلينه معاها لانها لسه صغيره ومن حقها كمان انها تغلط. الباقي بقى على الشحط جوزك اللي راح فضح الدنيا ونشر الموضوع كله بدل ما يجي ويقول لنا عشان احنا نحل المشكله، راح فتن وقال لكل الناس. ومع مين بقى؟ قال لي مين؟ قال له ام رسان قد كده الست سناء. خلاص خلاص. بصي يا بنتي، انت تخليكي قاعده في اوضتك اليومين دول محترمه علشان سناء ماسكه عليكي زله هتطلع عينك وعينينا معاكي. السلام عليكم، ازيك يا رانيا؟ انت ازاي ما تقولناش؟ ما اقولكوش على ايه؟ ازاي تقول لسناء عن موضوع نجلاء وما تقولناش؟ اولا سناء مش محتاجه حد يقول لها اي حاجه، هي بتعرف لوحديها كل حاجه. ثانيا الموضوع ده حصل امبارح بالليل، وانا النهارده الصبح صحيت نزلت رحت على الشغل ولسه راجع دلوقتي. هقول لك امتى يعني؟ انا كنت مستني بس فرصه نبقى لوحدينا وبعدين اقول لك. يعني عمرك ما كنت هتقول لي؟ بس الحمد لله الحمد لله، احنا اتفضحنا خلاص. امك عرفت واختك عرفت؟ يعني جيرانك اللي في الشقه كلهم عرفوا. شوف عمري ما كنت اتصور ان اسراري واسرار عيلتي تبقى في الشارع. متشكره قوي يا عادل، متشكره. في ايه بس يا رانيا؟ ايه اللي حصل يعني؟ عارف احنا محتاجين ايه؟ محتاجين راجل. الراجل ده بالاضافه ليا يعني ولا بتعتبريني واحده منكم؟ مش قصدي انت خالص، موقف زي موقف نجلاء ده هنكون محتاجين فيه ايه غير راجل؟ انت برضو بتعيديها محتاجين راجل محتاجين راجل. اوريك البطاقه يعني ولا ايه؟ اهدي بس يا رانيا، تعالي تعالي اقعدي. تعرفها؟ عارفه يا رانيا نجلاء دي انا من الاول خالص انا بعتبرها اختي، وموقف زي كده اكيد مش هسيبه. بس احنا دلوقتي المشكله مش في ان ماما وسناء عرفوا، المشكله ازاي نجلاء بقى تثق فيا بعد ما ماما وسناء عرفوا. اوكي وثقت فيك نجلاء، ايه اللي احنا استفدناه؟ اللي احنا استفدناه ان انا هعرف منها كل حاجه. احنا ناقصين فضايح. فضايح ايه بس يا رانيا؟ احنا عايزين نعرف الموضوع بتاعها ده وصل لحد فين بالظبط. ما وصلش لحاجه، ده هو المدرس بتاعها هو يدوبك في شويه تليفونات على شويه مكالمات، وهو كان عايز يتقدم لها بس. واتجوزوا عرفي بقى ولا لا؟ لا لا يا عادل ما تقولش كده على اختي، انا اختي محترمه. هو فعلا عرض عليها جواز العرفي بس هي رفضت. يا سلام، وكل الكلام ده انت عارفاه ما قلتليش اي حاجه يا هانم. فعلا فعلا انتوا محتاجين راجل. ما سمعتش الكلام ليه؟ ما انا سمعت الكلام. انت سمعت الكلام؟ طب سمع لي اللي انا قلته لك. ما انا نسيت. يبقى ما سمع. استاذ عادل، استاذ دسوقي، استاذ رمزي. هو الدرس هيكون هنا ان شاء الله ولا ايه يعني؟ ان شاء الله هيكون هنا. ولا رمزي ايه يا كبير؟ روح اقفل باب البازار يا عناية يا برنس. ايه ده؟ هو مين اللي هياخد الدرس يعني؟ حضرتك اللي هتاخد الدرس هنا ان شاء الله. ابوس ايديك، ابوس ايديك ارحمني يعني، انا مركب مسمار في الحوض من ورا. ما هو لولا بقى المسمار ده ما كانش الحوض هيلزق في الحيطه. انا شخصيا لازق اسمنت. اسكت انت خالص. والله والله نظفت ابو الهول وكنست الهرم. كنست الهرم؟ اطلع على فيسك. أنا مش فاهم سايبينك إزاي تدرس في مدرسة بنات، أنا مش فاهم. أنا مظلوم والله العظيم، ودايماً نيتي بتبقى صادقة، يعني أنا أصلاً راجل جذاب. أيوه البنات بتعجب بيا، أجرحهم في السن ده يعني مش أخلاق. وبعدين مهنياً
كل بنت من دول بتجيب لي مجموعة دروس جديدة، يعني أرفض الرزق أخدعهم، يعني مش أخلاق. وانت بقى اللي ماشي مع أخلاق؟ نعم قصدي مع نجلاء. قريبة سناء. ايه ده؟ هي سناء عدت عليك كمان؟ استنى خالص، احكي لي بقى حكاية نجلاء دي. يا عم نجلاء مين؟ احكي لنا الأول حكاية سناء. والله كنست فيصل. خلصت فيصل؟ اه. اطلع على جامعة الدول، عارف بتاع العصير؟ اه. روح اكل نص هناك الفخفخينة، اجري. ها دلوقتي يا استاذ انا عايز افهم منك كل حاجه بقى، احكي لي ايه حكايه نجلاء دي؟ ابدا يعني هو مفيش حكايه ولا حاجه، دي هي بنت تافهه، هي تافهه، هي اللي بتحبني، يعني انا بقى ايه بستغل الحب دوت، يعني اكمني راجل جذاب يعني علشان اعمل مجموعه دروس جديده، اصلا انا محتاج ديب فريزر. محتاج ديب فريزر. طب يا استاذ احنا حضرتك يعني قدامك حل من ثلاث حلول لمشكلتك، ده انا مش همد ايدي ومش هقرب لك. حل الاولاني انك انت تسيب مدرسه البنات وتروح لمدرسه اولاد. حل الثاني انك انت تروح لمدرسه اولاد وتسيب مدرسه البنات. الحل الثالث انك انت تنسى الديب فريزر ده خالص وتعتمد على الثلاجه الصغيره اللي عندكم. ايه يعني ايه؟ يعني حضرتك كل الكلام اللي انت قلته دلوقتي اتسجل، عايز تنزيع قول نزيع. انا بقى ايه نزيع. بستغل الحب دوت، يعني اكمني راجل جذاب يعني. سناء انت شغله دماغك ليه؟ مالكيش دعوه، انا هتصرف في الموضوع. البنت تكسر لها ضلع يطلع لها 24 يا عادل. مالكيش دعوه بالاضلاع انت خالص، انا بتصرف مع عيلتي بس بس بس. ما تصعبش عليها الموضوع. ايه يا نجلاء؟ ابي عادل انا اسف واوعدك ان اللي حصل ده مش هيتكرر تاني. ماشي يا نجلاء اتفضلي انت. المفروض اختك كانت تعتذر لي. ما هي اعتذرت لك اهي. ايوه بس المفروض انها كانت تعتذر لي، ولا ايه رايك يا سناء؟ عندك حق يا اخويا. خليك في حالك. حلاوة دي يا قمر. يا سلام. طب والله العظيم يا ماما انت زي القمر، شوفي شعرك، شوفي كاسمك، شوفي رسمك. ماما انت عارفة الأستاذ عليش اللي معايا في المدرسة، يعني مراته ماتت بقالها سنتين وبقاله سنة يا حرام قاعد لوحده، وكان يعني بيدور على عروسة عشان يتجوزها؟ لا عشان تشله. ليه؟ ما هو قاعد بصحته. واحد مش عارف يجيبها لك ازاي. يعني ايه رايك يا ماما انك تتجوزيه الاستاذ عليش؟ طب ما انت فاهمه اهو من اول كلمه قلتيها. امال ليه عماله تلفي في حواري والشوارع ومدوخاني وراكي؟ يا ماما العصبيه اللي انا فيها دي من وانا صغيره انت سبب فيها. انا كده ما احبش اريح حد. خلينا في موضوعنا، الاستاذ عليش ده يا ماما راجل طيب وابن حلال وعنده شقته وعنده عربيته وعنده دخله وان شاء الله هيبقى عنده معاش وعلى قد ايدك، هتقولي شمال شمال يمين يمين. ها ايه؟ ها موافقه؟ تفتكري عادل هيوافق؟ وايه دخل عادل في موضوع زي ده؟ ده قرارك انت يا ماما. يا ماما عيب تقولي عادل يا ماما، ده عادل ده لو ما وافقش يا ماما. تفتكري عادل هيوافق؟ مش سميرة المدرسة زميلتي في المدرسة قررت تتجوز؟ طب واحنا مالنا؟ واحنا مالنا ازاي؟ عندها كام سنة يا سناء؟ حوالي 70 سنة. 60 سنة. ما اقدرش اقلل اكتر من كده يا ماما. والعريس بقى هيجيب لها شبكه ايه؟ طقم اسنان؟ على فكره يا عادل انت قليل قوي. يا ماما انا هجيب جنبك. يعني انت موافق ولا مش موافق؟ موافق على ايه وانا مالي؟ هو هيتجوز امي؟ لا 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 انا مش بفكر في الموضوع ده خالص دلوقتي. ولا تفكري يا ماما ولا تفكري. ايه المشكله يعني عادي؟ ايه المشكله؟ وتبقى عروسه مش احسن من ركنتها؟ بصي عموما يعني الراجل ده لازم يكون بيقبض مرتب كويس جدا. لا مرتب ايه، يكون بقى بيقبض معاش كويس جدا. يعني انت مش ممانع؟ ومانع ليه يا ستي؟ خلاص يا ستي بالرفاق والبنين ان شاء الله. وبنين ايه دول؟ ممكن يخلفوا احفاد على طول. يعني انت موافق من حيث المبدأ؟
من حيث المبدأ موافق، وانت هتدفعوني نص البوفيه؟ لا مش هندفعك حاجة خالص ولا مليم، انت بس وافق يعني. خلاص زي بعض، صباح الخير. الموافق يا ماما، موافق يا ماما. موافق ايه؟ ولا حاجة. ايوه يا ماما، مش قالوا قدامك انا موافق بس ما تدفعونيش ولا مليم؟ احنا مش هندفعوا حاجة لغاية ما تيجي رجليه في الموضوع نقوموا مدفعينه. يما القمر عالباب ترارارق نور اناديله زي القمر يا ماما. بجد؟ يعني ما تخينيش احلب بقى، ده العريس هيتهبل عليك اول ما يشوفك. احنا هنعيده تاني يا سناء، بلاش بلاش. خلاص يا ماما طالما انتي مش عايزة اكلمه وازحلقه. لا استني، ما تغصبيش نفسك على حاجة بالعافية يا ماما، ازحلقه. يا سناء قلتلك استني. طالما مش عايزة يا ماما ازحلقه. اف بقى استني، هو انا لو خرجت له كده ما بقاش اوفر؟ اوفر تايم يا ماما، وممكن الجون يجي في اي لحظه من ضربه ريش، من ضربه عين، من ضربه رجل. جي يا ماما، جي يا ماما، جي يا ماما. هنعمل ايه يا ماما؟ جي. يا فضحتك يا انعام، يا فضحتك. يا فضحتك ليه؟ هو لسه شافك. ازيك يا سناء؟ الحمد لله يا استاذ عليش. عامله ايه يا بنتي؟ الحمد لله بخير. اتفضلي، دي هديه بسيطه انا جايبها. هي بسيطه فعلا يا استاذ عليش، ده ربع كيلو ملبس وبجنيه سوداني. طب ما لقيتش لب ابيض؟ ليه، هو كده مش كفايه؟ لا ده كفايه ويزيد يا استاذ. اتفضل اتفضل يا استاذ عليش. اتفضل. الله يخليكي. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا. اتفضل، نورت وشرفت يا استاذ. الله يخليكي. والله يعني الواحد مش عارف يعني يقول ايه في المواقف اللي زي دي، الواحد نادرا ما بيتعرض لموقف زي ده. انا مش عارف ادخله بالظبط، بس ماما من 10 ل 20 سنه ما شافتش رجاله، فبتبقى مضطربه جدا لما تسلم على راجل. فلو انا اتاخرت من ساعه لساعتين حضرتك ما تتضايقش، هبقى بخرج ماما من الاوضه. اصل ماما يعني من ساعه ما سابت بابا يعني عمرها ما حد حتى لمس ايدها كده، فماما ما بتخطيش من باب الشقه اساسا، ماما خجوله جدا. مساء الخير. مساء النور يا فندم. ماما الاستاذ عليش، انت ايه اللي خرجك من الاوضه كده؟ يقولوا انك مهبوله على الجواز. بس يا بنت لا اله الا الله، انتوا منورين نور كتير كده ليه؟ ما تطفوه. عندك حق، النور ده ملوش لازمه، دي ماما حتى نوره مغطي على الكهرباء. معلش انا اوفر شويه، يمكن الارض بتاعي ملمس. انا اعرف ان ليكي ابن يا مدام انعام. ليا ابن اسمه عادل، بس احنا منفصلين، هو في اوضه وانا في اوضه. بس هو المفروض يكون معانا النهارده، هو مانع ولا حاجة؟ مين قال انه مانع؟ ده موافق موافق، ده حتى جاي في السكة كلمني قال لي 3 دقايق وهتلاقيني على الباب. بقول لك ايه؟ خدي الحاجات دي وديها جوه. حاضر يا ماما، من عينيا من عينيا يا ماما. استاذة ليش؟ نعم. ممكن تكلمني عن نفسك؟ في الحقيقة انا بعد وفاة زوجتي الله يرحمها شعرت بالوحدة، وقلت ما بديهاش، وقلت قدر الله وما شاء فعل، وتماسكت. واللي كان مصبرني القطة بوسي اللي كانت مالية عليا البيت، لكن بعد ما ماتت أنا انهرت وما استحملتش الوحدة، فقررت لازم أجيب واحدة تانية تملى عليا البيت، ومين عارف مين عارف يمكن تخلف. أستاذة ليش خليك واقعي. ليه؟ دي النتايه الولد بتجيب 7 بطن واحده. ليه يا ارنبه؟ لا قطه، لكن ما لقيتش وقررت اني اتجوز. السلام عليكم يا سناء. في ايه؟ جايبانا على ملا وشي، وهات بن هات بن، في حد اتبطح؟ العريس قاعد اهو، ما تعليش صوتك لانك بقى خساره في البن ده. ده جايب لي كيس لب وكيس ملبس قد كده. عريس مين؟ عريس امك.
على فكره انت قليله الادب. ايه عريس امك ده؟ ولعلمك بقى امك هي امي، فبتغلطي في نفسك. دي سفاله والله، سفاله وقله ادب. خلاص مفيش اخت تحترم اخوها ابدا. ولا ايه يا عم الحاج؟ مش عارف والله. انت مين؟ عليش كمونه. اهلا وسهلا. عادل ابني. اهلا وسهلا. كمل يا استاذ عليش. في الحقيقه يا استاذ عادل، انا بعد وفاه بوسي الله يرحمها ما لقيتش حل قدامي غير ان اتجوز، وانتم من بيت عيله، وسناء دي من المدرسات الفاضلات اللي عندنا في المدرسه، فقررت اني اطلب القرب. اهلا وسهلا. الله يخليك. اهلا وسهلا. وهي عرفته منين؟ اه طبعا، تلاقيه الزبال اللي بياخد الزباله الصبح. زباله ايه بس يا بابا؟ ماما هتتجوز الزبال ده؟ الناظر بتاع سناء. اه الناظر. وهي كانت ماشيه معاه من امتى؟ ماشيه مع مين يا بابا؟ يا بابا ماما اصلا عندها خشونه في الركبه ما بتمشيش. طبعا ما بتمشيش، يبقى كانوا مقضينها تليفونات طول الليل، وسيادتك راجل البيت نايم وبتشخر. تليفونات ايه يا بابا؟ دي ايه شغل المراهقه ده؟ ده جواز صالونات. وكمان جبت صالون جديد؟ امال متضايق معايا الفقر ليه؟ يا بابا صالون ايه بس يا بابا؟ ده هو الراجل بيدور على عروسه سناء دلته عليها. اه سناء الدلاله. وامك رايها ايه؟ موافقه طبعا وفرحانه، يعني اكيد عندها حكايه المراهقه المتاخره دي. اخطر حاجه المراهقه المتاخره دي. وانت رايك ايه؟ معترض طبعا. امال انا جاي لك ليه؟ طبعا لازم تعترض. امال يعني هتوافق؟ ومراتك رايها ايه؟ يعني مش فارقه معاها يعني، بس اكيد موافقه. طبعا لازم توافق. ورمزي رايه ايه؟ وانت بتجمع اراء يا بابا، المهم رايك انت ايه؟ رايي انا ايه؟ رايي من رايك. ايوه انا هنعمل ايه يا بابا؟ انت مش عايز امك ما تتجوزش؟ طبعا يا بابا. خلاص سيب الموضوع ده عليا انا. انا ان شاء الله هخليها تكره الجواز والرجاله. بس في حاجه مهمه لازم اعرفها. ايه؟ سناء رايها ايه؟ مساء الخير. ازيك يا ياسمين؟ ازيك يا جدو؟ هيجيب واحد تاني غيرك على فكرة. ده غيرك؟ ليه؟ سباك انا ولا ايه؟ ايه؟ ما شفتنيش يا سناء وانا واقف ورا الباب، ها؟ مع اني ما شاء الله طول بعرض وزي الهلف اهو. ياسمين اعملي لي كوبايه شاي عشان دماغي صدعت. حاضر اعمل لك انت كمان يا جدو. ايوه يا حبيبتي ميرسي. على فكره البت دي قليله الادب، ما سالتنيش عايز كام معلقه سكر. يا سانس يا حبيبي بابا، ايه مالك في ايه؟ الله بتبعدي عن بابا ليه كده؟ نسيت العيش والبامبرز والعلق اللي انا كنت بديها لك وانت صغيره. انت اب انت؟ امال يعني ايه؟ كيس مخده؟ انت ما حصلتش حتى جوز خاله. يا بنت ما تظلمينيش، انت سبب في كل المشاكل اللي حصلت لي في حياتي. الحمد لله المشاكل دي عملت منك استاذه علم نفس قد الدنيا، مش بالعلام، لا مش بالتعليم، بالقرف اللي انا وريته لك في حياتي. ميرسي قوي على الجنيه اللي انت عملتها في حياتي. ها جاي تكمل عليا ولا جاي تكمل على الغلبانه اللي جوه؟ لا يا حبيبتي انا جاي علشان اصلح غلطتي. معقوله يا دادي هتربيني من اول وجديد؟ ربيكي ايه؟ انت خلاص يا بنتي اصبحتي هليوبلس كيس، مفيش فايده منك. اما انت جاي عايز ايه؟ جاي عشان استرد ارضي، قصدي امك. هو انت فاكر اني قاعده كل السنين دي مستنيه لما تتعطف وتتكرم وتيجي تردها؟ ولا صور لك عقلك انك اول ما تشوف صباع رجلك الصغير تقول لها تعالي تقوم تيجي ترمي في حضنك وتلعب لها في خطوطك المبابازين دول؟ لا يا بنتي لا، انا جاي عشان اترمي تحت رجليها وترجاها تسامحني على الايام السوداء اللي انا وريتها لها. ده بالنسبه لماما،
هي حرة في قرارها تجاهك، ما علينا. أنا بقى هتنسيني ازاي فضحتي قدام زمايلي واصحابي لما روحت اتجوزت واتجوزت مين؟ صاحبتي يا بابا اللي من سني. ما انت اللي غلطانه يا سناء، انت عارفاني شاب اهوج، تجيبي واحده حلوه زي دي وتدخليها على ابوكي، الله، حد يجيب النار يحطها جنب الكبريت. بالراحه عليا، بالراحه عليا يا سناء، الاول نخلص من موضوع امك وبعد كده هجبس لك نفسيتك اللي اتكسرت دي. كل ده عشان عرفت انها هتروح لواحد تاني غيرك، فنار الغيره كلت قلبك. طبعا لازم اغير. معقوله؟ معقوله اسيب ولادي حد غريب يربيهم؟ ده لا يمكن ابدا. يربي مين يا بابا؟ احنا بينا شحطه. اتفضل يا جدو الشاي. اهلا يا حبيبتي، ميرسي يا روح قلبي، شاي جميل، الله ما شاء الله. اعمل لك ثاني يا جدو؟ لا يا حبيبتي، على فكره محدش هيربى ابوكي غيري انا. ما تزعليش نفسك يا ماما. انا مش زعلانه. معقوله مش زعلانه؟ اللي حصل ده عمره ما حصل لي ولا هيحصل. الرجاله هتقطع نفسها عليا، معذورين عندهم حق. ماما اوعي تكوني بتفكري ترجعي لبابا. ايه ده بعينه، ده انا لازم اذله واكسر نفسه زي ما ذلني وكسر نفسي. ماما اوعي تخرجي تقعدي معاه، هيضحك عليك زي ما ضحك عليا. ليه؟ هو انا عبيطه زيك؟ لا، ده انا هحسسه ان هو ملكني، واول ما يحس ان هو ملكني تقومي مرميه في حضنه وتقولي سامحتك يا حبيبي. لا خالص، مش هعمل كده، لا، انا هذله وبعدين هديله فوق دماغه، ولا الاول اديله فوق دماغه وبعدين اذله؟ اعمل ايه يا سناء؟ انت صغيره وطايشه يا ماما وانا خايفه عليكي. مساء الفل والسعادة والهنا. ايه الحلاوة دي؟ انت بتصغر ازاي؟ لما بعدت عن الهم والنكد. عندك حق يا نعام، انا وريتك ايام سودة، بس معلش يا حبيبتي، ان شاء الله من هنا ورايح هتشوفي ايام سعيدة وجميلة وكلها حرير. ايه هشوف دي؟ انت ما تعرفش ان في واحد متقدم لي؟ طيب سلام. بس انا ما اديتوش كلمه. ومش هتديله، مش كده؟ بأمرت ايه؟ بأمرت حبنا يا نعناع. نعناع يرضيكي؟ يرضيك ان اولادنا راجل غريب يربيهم؟ لا طبعا ما يرضينيش، بس بص، لا يمكن ارجع لك وانت متجوز عليا. خلاص بسيطه، بكره المأذون اللي هيقعد علينا هيطلق، وهو بالمره ناخد تخفيض ويمكن نطلع لنا في جائزه تلفزيون ولا اباجوره. بس بص، انا ما اضمنش ان انت ممكن بعد ما تتجوزني تتجوز عليا او تبص لواحده تانية. حبيبتي اكتب كمبيالات بجمله الكمبيالات اللي انا بكتبها، اكتب لك كمبياله. لا طبعا ما تكتبش. تشرب ايه؟ بقول لك تشرب ايه؟ اشرب لا، ما هو خلاص ياسمين قامت بالواجب، عملت لي كوبايه شاي قد كده. بكره ان شاء الله، بكره لما نعقد العقد والمأذون يكتب الكتاب هاكل الحلو. انعام. نعم. ايوه جاي، رص على شيشه نظيفه مع ثلاثه عناب لاحلى ثلاثه شباب مع اتنين بندق. السلام عليكم. يا بابا انت ما جيتش ليه يا بابا؟ ما جيتش ليه؟ ده احنا كلنا مستنيينك. مستنيين ايه؟ مستنيوني ليه؟ عشان ايه؟ عشان هتجيب المأذون وتيجي زي ما اتفقنا يا بابا. طيب انا اجيب المأذون وهما يستنوا ليه؟ تقريبا صدقوك بقى. خلاص بقى ذنبهم على جنبهم. يعني انت مش جاي يا بابا؟ هاجي فين يا ابني؟ احنا مش اتفقنا انا وانت ان انا افشكل الجوازه بتاعه الباشمهندس الناظر العريس اللي جايباه اختك لامك، وديني فشكلتها عشان تعرف ابوك ما بيرجعش في كلامه ابدا. لا ما شاء الله، قدوة والله يا بابا، قدوة. اقعد اشرب حاجة، هات حاجة هنا يا بدو. لا لا لا، أنا أجري ألحق ماما بقى، الهارية نفسها عياط. اسكت بسمع كلامي بس، اسمعني أنا أبوك وأعرف عنك كل حاجة، اسمعني يا ابني. هما الستات كده، في الفرح بيعيطوا وفي الحزن بيعيطوا، ما تقلقش دماغك بيهم، ماشي؟ أوكي؟ يلا.
يا سلام، ما شاء الله والله يا بابا، قدوة قدوة والله يا ابويا، ده قدوة قدوة يعني. اقعد اشرب. بص يا عادل، انا حاسه ان انا غلطانه قوي ان انا هرجع لابوك. بجد والله احسن حاجه قلتيها يا ماما، خدتيها من على لساني. يلا بلا ترجعي ولا بتاع، احنا بصي نحتفل بانك انت مش هترجعي وناكل الجاتوه مع بعض، يلا بينا. بس حاسه ان انا هموت من الفرحه. يعني معقوله يا ماما تفرحي وتموتي ولا تزعلي شويه وتعيشي؟ بصي يا عادل، ابوك اتغير خالص، ما بقاش هو سعيد الندل اللي انا اعرفه. لا، هو سعيد الندل اللي كلنا نعرفه، ما اتغيرش ولا حاجه. بس انا حاسه بكلامه بالصدق. بص يا عادل، انا في عيوب كتير، بس اول ما اشوف كلام صدق بصدقه على طول وبعرف. ايوه يعني ما فيش مره شفت الصدق ده وجلت معاكي يعني؟ طب اخرج يا عادل، اسال ابوك اللي قاعد بره وهو هيقول لك. طب افرضي انه مش قاعد بره، لما يجي يبقى اساله. طب افرضي مثلا يا ماما ان هو هيتاخر. هو ابوك فين يا عادل؟ في الدنيا. يعني مش جاي؟ اصل هو يا ماما يعني حصل له ظروف كده، كان بيشرب شيشه فالفحمه لسعته في بقه فالقهواجي اتخانق يعني. اه طبعا، اكيد 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 عنده ظروف، ما هو ما يجيش ابدا كده من نفسه، لازم يقول لي قبلها. بص يا عادل، اخرج لبنتك ومراتك اقعد معاهم وانا هاجي لكم. حاضر يا ماما. ماما انت كويسة؟ طبعا طبعا انا كويسة. عادل ابعت لي سناء.